مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذا الجزء من النافذة، حيث يختتم اليوم التونسيون احتفالاتهم بذكرى مرور 6 سنوات على اندلاع الثورة في 17 ديسمبر كانون الأول عام 2010، حين أقدم الشاب محمد البوعزيزي على إضرام النار في جسده في قلب مدينة سيدي بوزيد جنوب البلاد، فاتحا بذلك مسارا جديدا من النضال من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. يذكر أن الاحتفالات بذكرى الثورة التونسية قد انطلقت الأربعاء الماضي، وتخللتها عروض مسرحية وفنية بساحة الثورة في سيدي بوزيد، ومعرض صور فوتوغرافية بعنوان سيدي بوزيد عبر التاريخ، فضلا عن عروض أخرى لفنانين من خارج تونس على غرار عرض الفنان المصري أحمد شيبة في ساحة محمد البوعزيزي. الزميل رضا البغدادي مراسلنا في تونس، ولقاءات مباشرة من سيدي بوزيد والتي انطلقت منها قبل 6 سنوات شرارة الثورة التونسية. إليك رضا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، تحية طيبة إلى إطلالة جديدة ضمن التغطية الخاصة على قناة الجزيرة مباشرة لفعاليات الذكرى 6 للثورة التونسية. إذن بعد تونس العاصمة وبعد سوسة وبعد بنقردان في أقصى جنوب شرق تونس، نطل عليكم اليوم من عاصمة الثورة التونسية ومهد ثورات الربيع العربي مدينة سيدي بوزيد التي انطلقت منها شرارة هذه الثورات التي غيرت في المنطقة بأكملها. نناقش في هذه النافذة التي تأتيكم مباشرة من أحد المقاهي في مدينة سيدي بوزيد واقع هذه الثورة وأفق نجاحها والتحديات التي تواجهها بعد 6 سنوات من مسار ثوري يرى البعض أنه لم يكتمل بعد، سيما وأن مطالب هذه الثورة لم تتجسد خاصة فيما يتعلق بالمطالب الاقتصادية والاجتماعية. ورحب بضيوفي الكرام، هم ممثلون عن أهالي سيدي بوزيد يشاركون معنا في تأثيث هذه النافذة. أبدأ معك سيد الأسعد البوعزيزي، أحد القادة الميدانيين لثورة سيدي بوزيد أو ثورة 17 ديسمبر كما يصر أهل سيدي بوزيد على تسميتها. مرحبا بك سيد الأسعد. أيضا أرحب بضيفي الكريم عبد الرزاق الحامدي، وهو باحث ومختص في قضايا الاستعمار. مرحبا بك سيد عبد الرزاق. وأيضا ترحيب خاص بضيفي الإعلامي سيد إبراهيم سليمي، وهو ناشط أيضا وأحد وجوه الشباب في مدينة سيدي بوزيد. مرحبا بكم. نفتح معكم هذا النقاش مشاهدينا الكرام ومع ضيوفي الكرام للحديث ربما عن واقع هذه الثورة بعد 6 سنوات، وأبدأ معك لسعد. يعني أنت كنت أحد الذين شاركوا بشكل كبير في إنجاح خاصة الشرارة الأولى للثورة. اليوم كيف ترون الوضع في سيدي بوزيد بعد 6 سنوات كاملة؟ السلام عليكم. أولا لا يمكن الحديث عن ولاية سيدي بوزيد وماذا أضافت لها الثورة بمعزل على ما حدث في الوطن بأكمله. صحيح أن الثورة قامت لأجل أهداف اجتماعية بالأساس، ثم تحولت بعد ذلك إلى مطالب سياسية، وأنها لم تحقق الثورة المطالب الاقتصادية من تنمية ومن شعارات التي رفعت منذ اليوم الأول، التشغيل استحقاق يا عصابة السراق. هذا المطلب صحيح لم يتحقق، ولم تتحقق كثيرا من مطالب أخرى، مثال من التنمية، استثمار وما شابه ذلك، ولكن لا ينفي أنها بلغت أشواط أخرى وحققت أهداف مرسومة علها وعسى أنها تحقق يوما ما أو الثورة. صحيح أن الثورة كانت هي الآن مرت عليها 6 سنوات، ولا يمكن في مسار الثورات بتاريخ أن نحكم على الثورة انطلاقا من 6 سنوات مرت عليها، ولكن ملاحظة بسيطة وتذكرتها، يكفي نجاحا للثورة وجودكم في حد ذاتهم أنتم هنا، فقد كانت الجزيرة ممنوعة قبل الثورة، وكانت وهنا ليتكلم بشكل عام على ما أهدته الثورة لهذا الشعب من حرية الرأي والتعبير، حرية الرأي والتعبير، وهي تولد طاقة وتولد لدى الشعب القدرة على التفكير والقدرة على التفكير في حد ذاته. هل أفهم من كلامك سيد الأسعد أن أهالي سيدي بوزيد يعني بعد 6 سنوات قد بدأوا فعلا في قطف ثمار هذه الثورة؟ لا يمكن الحديث على سيدي بوزيد
قلت لك لا يمكن الحديث على سيدي بوزيد بمعزل على كل ليست سيدي بوزيد هو. بالإضافة إلى سيدي بوزيد هناك وضع بشكل خاص على مدينة سيدي بوزيد هناك وكأنه الأهالي هنا يحسون أنهم يتعرضون لعقوبة من النظام الذي لم يسقط بعد، عقوبة أنهم هم من أججوا نار الثورة. هذا شعور وهو له نوع من الصحة، نظرا لأن سيدي بوزيد كانت معروفة حتى الهمامة بصفة عامة، وهو عرش الهمامة كان يعامل بطريقة تعسفية من قبل، سواء كان في عهد بورقيبة أو في عهد بن علي. وثم مقولة لبورقيبة: الهمامة لا تجوحهم ولا تشبحهم. فهناك ممارسة، هناك فعلا عقوبة تسلط على أهالي سيدي بوزيد نظرا لأنهم أججوا نار الثورة. السؤال هنا وكأنه فعلا سقط، لابد من سقط رأس النظام فعلا، ولكن النظام لا زال يتحكم إلى اليوم. وهو تريد أن تقول أن بقايا النظام وكأنها تعاقب اليوم أهالي سيدي بوزيد على تعاقب حتى يصاب من قاموا بالثورة بالإحباط ويحنون إلى الماضي ويقولون أن زمن بن علي كان خير، كان خير من هذا الزمن. هناك فئة واعية وتدرك تماما ما يحصل، وتدرك أن مسار الثورات قد يبلغ عقودا من الزمن وقد يبلغ 100 سنة، تاريخ الثورات الفرنسية الرومانية وما شابه ذلك، وأن 6 سنوات غير كافية لتقييم ماذا قدمت الثورة. نعم لسعد، أود أن أنقل السؤال إلى السيد عبد الرزاق. أنت يعني باحث لربما في علوم التاريخ وخاصة قضايا الاستعمار، ومدرك لربما لهذه التغييرات التي تعيشها الشعوب من لحظة أو من حين إلى آخر. اليوم تقريبا هناك ما لمسناه على الأقل في الشارع في مدينة سيدي بوزيد، هناك عتاب خاصة فيما يتعلق بالمطالب التنموية لهذه المنطقة في العمق التونسي. في نظركم لماذا لم تلبى إلى اليوم هذه المطالب من الشغل، من الحرية، من الكرامة الوطنية من قبل لهذه الجماهير التي توحدت في ذات يوم من أجل المطالبة بتحقيق هذه المطالب؟ طيب، أنا قبل ما أجيب على هذا السؤال الحقيقة نحب أعيد إلى الجهة استحقاقها بالنسبة إلى تاريخ الثورة. هذه ملاحظة لابد أن أبدأ بها بما أنه هذا اختصاصي في التاريخ. الحقيقة الثورات كلها، أنا باش نعطيك 3 أمثلة، كلها تؤرخ ببدايتها إلا هذه الثورة تؤرخ بالحقيقة. أنا الاسم بدلي اسم طويل وعجيب، ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي. في التاريخ لا تجد ثورة تسمى بهذه. أعطيك 3 أمثلة مختلفة. الثورة الفرنسية تبدأ يوم 14 جويلية 1789. نأخذ مثال آخر مختلف تماما، هو الثورة الجزائرية 1 نوفمبر 1954. ما نقولوش الثورة جويلية 1962، هذاك تاريخ الاستقلال. نعطيك مثال يجي بعدنا اللي هو الثورة المصرية أو التي أجهضت في الحقيقة، يقول المصريون إلى اليوم ثورة 25 يناير، يعني 25 جانف. لا يعقل أن الثورة التي أسست لكل هذه الثورات في الوطن العربي تبدأ أو تسمى تسمية الحقيقة هجينة، تسمية فيها ما سيصبح بعد ذلك سياسة وما سيسمى بسياسة التوافق. هذه ملاحظة. الملاحظة الثانية، لابد أن أبدأ بالترحم الحقيقة على أرواح كل شهداء الثورة، لأنهم هم الذين مكنوني من أني أتكلم هنا في هذا اليوم، وأتمنى الشفاء لجرح الثورة. أعود الآن إلى الجواب عن هذا السؤال. الحقيقة أنا لم أرى شيئا جديدا في سيدي بوزيد الحقيقة، نقولها بصدق. وأعتقد أن الرقم نسبة بطالة 18 أو 17.7%، رغم اللي هو رقم رسمي لإحصاء 2014، وربما الرقم يكون أعلى من ذلك. الفلاحة تقريبا 28% تشغل من نسبة اليد العاملة، وتقريبا 85% هي قطاعات غير منتجة أو قطاعات إما الصحة والتعليم والأشغال والبناء، وبعد تجي الفلاح. هذه المدينة أو الولاية كانت فلاحية وبقيت فلاحية. ثم تغييرات بسيطة ربما في البنية التحتية في بعض الشوارع والأنهج التي وقع تبليطها، يعني غير لم هذا توجد استثمارات كبرى الحقيقة. هذا لم يتم، هذا لم يتم. وأنا أقول أنه كانت كبيرة، يعني الكلام هذا أنا سأعطيك مثالا. الحقيقة سيدي بوزيد كان يمكن أن تكون فعلا عاصمة الثورة وعاصمة العالم. وأذكر أني في بداية الثورة كنت أتحدث مع صديق لي من كندا، كان يقول لي: أنتم في قلب العالم، لبيسونتر دي موند، هكذا هو الحقيقة. رجل كبير من كيبيك
الحقيقة نحن ضيعت علينا من جاء بعد الثورة، من حكم بعد الثورة، وضيعناها نحن أيضا، لأنه نحن هذا التشرذم السياسي أو التشظي السياسي هو الذي ضيع على البلاد الكثير من الفرص، وضيع على هذه الجهة الكثير من الفرص. وأذكر أني في 6 جانفي 2013 تقابلت مع مجموعة من الجمعيات وطرحت عليهم، قلت لهم لماذا لا تفكرون في قائمة موحدة لكل هذه الأحزاب، المهم أن تعملوا لفائدة هذه الولاية. لماذا؟ لأن هذه الولاية خسرت استحقاقها من الثورة وأصبحنا نحتفل وحدنا، ولاية سيدي بوزيد تحتفل اليوم 17 ديسمبر، وهذا ما يسهل على النظام أن يسميها بالولاية المارقة، وبالطبع الإعلام يركب على هذه القضية وتصبح سيدي بوزيد كما أصبح البوعزيزي بعد أن كان أيقونة الثورة. سيدي بوزيد كانت ماذا؟ ثورة. أصبحت كأني متهمة بأنها خارجة عن ما يسمى بالسياق الوطني. ولذلك أقول مرة أخرى وأؤكد أن البلاد في الحقيقة، يعني دعني أتوقف في هذه النقطة، هل هناك فعلا اتهامات بأن سيدي بوزيد خارج عن السياق الوطني؟ لا، ليس ولكن هنالك، هذا يقال كما نقول تحت الطاولة، لا يقال بشكل مباشر، ولكن نسمعه همسا ونسمعه أحيانا من أناس قد يسبون البوعزيزي وقد يسبون حتى هذه الولاية. نحن أنا وقت عندما أقول أن 17 ديسمبر هذا التاريخ، أنا عدت إلى تاريخ ووجدت أني فعلا أنا أول من دعا إلى أن تسمى هذه الثورة ثورة 17 ديسمبر، ولا يعقل هذه التسمية الحقيقة أنا أراها هجينة فعلا. 17 ديسمبر و 14 جانفي وهما في سنتين مختلفتين. رمزية الاسم أيضا لها قيمة بالنسبة لأهالي سيدي بوزيد الذين يصرون على أن هذا تاريخ انطلاقتها. أنا سأضيف شيء، هذا ليس منطلق جهوي ليتأكد الجميع أنني أبعد إنسانا عن الجانب الجهوي، هذا من منطلق تاريخي. وبربي نحب نكمل شيء فقط وبعد ربما تعطي فرصة لي، نحب نقول رأي ثورتنا ثم 3 أسباب ربما ساهمت في تعثرها. أنا أنتظر أنها ستنجح، لأن الثورات كلها تأخذ وقت، تأخذ 10 سنوات، لا يعقل أنه في 6 سنوات تنتظر أن يتغير كل شيء، والأجيال ربها أو 60 سنة ربيت على قيم معينة يغيب فيها الأساس، يغيب فيها القيمة الأساسية هي قيمة العمل. الحقيقة هذه القيمة تقريبا تتجه إلى الاندثار. أقول أن 3 أسباب غيبت فعلا، وثلاثة أسباب أدت إلى تعثر الثورة. أولها نحب نقول أنه بعد أن نجحت الثورة، لأن الثورة لم يكن لها زعماء، لم يصلوا إلى السلطة، يعني نحن دخلنا عصرا جديدا بأدوات قديمة، معناها نحن ثورة ثم حكمنا بشخوص عاشوا 60 أو 70 سنة في العهد الاستعماري وفي العهد البورقيبي وفي عهد الفار بن علي. ثم الخطأ الثاني هو ذلك تسرع إلى الدعوة إلى ما سمي بالمجلس التأسيسي، لأن ذلك القرار أدى إلى بداية التشظي وبداية ظهور الشقوق التي سيتسرب منها النظام القديم وسيتسرب منها التجمع. ثم الخطأ الثالث أو الحدث الثالث الذي في نظري كان له تأثير كبير على تعثر الثورة هو انتخابات 2011. انتخابات 2011 المنتصر اغتر بنصره والمنهزم لم يقبل هزيمته، يعني لو قبلنا النتائج ووصلنا ربما نحن كنا في وضع أفضل. طيب أتي إليك إبراهيم، وأنت شاب من مدينة سيدي بوزيد، ما لاحظناه ما لمسناه تقريبا سواء السنة الماضية أو حتى هذا العام، يعني يأس فقط، تهميش، حالة من الإحباط الشديد خاصة لدى صفوف الشباب اليوم سواء في تونس بأكملها أو في مدينة سيدي بوزيد، هذه المدينة التي انطلقت منها الثورة. لماذا كل هذا الإحباط لدى شباب سيدي بوزيد؟ هل هذه الثورة لم تحقق على الأقل الحد الأدنى من المطلوب أو من المطالب التي رفعت خلالها؟ ربما سأنطلق مما ذهب إليه الأسعد البوعزيزي الناشط السياسي وأحد شرارات الثورة الذي تصدر المشهد الانتفاضي في مدينة سيدي بوزيد، التشغيل، استحقاق عصابة السراق،
شعب فد طرابلسية جدد، يعني عديد الشعارات التي رفعت في أوائل الثورة التونسية من مدينة سيدي بوزيد، أيضا من عدة مدن، منزل بوزيان، المكناسي، المزونة، الرقاب، أيضا عدة مدن في ولاية سيدي بوزيد انطلقت من رحم هذه الأرض. 6 سنوات مضت وماذا بعد؟ هل هناك تشغيل؟ هل هناك تنمية؟ هل هناك يعني إيفاء بوعود ما تعهدت به حكومات الترويكا منذ تاريخ محمد الجبالي، مرورا بعلي العريض ثم مهدي جمعة ثم الحبيب الصيد وصولا إلى يوسف الشاهد اليوم؟ هل فعلا هناك تشغيل؟ هل فعلا هناك اهتمام بمشاغل الناس في الجهات الداخلية؟ الأستاذ عبد الرزاق يشير أن هذا التغيير، هذه المطالب تتطلب يعني سنوات وسنوات حتى تتحقق، يعني نجاح الثورة رهين لربما مجموعة من العقود من الزمن حتى تتحقق. أنت سألت يعني لماذا هذه حالة اليأس لدى الشباب خاصة في مدينة سيدي بوزيد؟ بالضبط. لماذا حالة هذه اليأس بعد 6 سنوات من الثورة؟ أنا أجيب مما يعني ألتمسه من حديثي مع الناس في الشارع بحكم مهنتي كإعلامي في جهة سيدي بوزيد. كيف يعيشون الواقع؟ كيف يلتمسون؟ كيف يتحسسون؟ يعني قوت يومه العادي البسيط الذي يسعى إليه من أجل توفير لقمة العيش غلاء رهيب ورهيب جدا. اليوم نسبة البطالة في ولاية سيدي بوزيد أعلى من المستوى الوطني. كيف تريد لشاب أن يطمح، أن يحلم، أن يؤسس لنفسه حياة أفضل؟ لكن اسمح لي إبراهيم أناقشك هنا، أين هذا الشباب الذي قاد هذه الثورة؟ أين الشباب الذي تحرك في الشارع؟ أين الشباب الذي قاد الاعتصامات وأسقط الحكومات؟ أين الشباب الذي قاد هذا المسار في بدايته؟ لماذا تراجع يعني اليوم؟ الشباب يقول بلهجتنا التونسية ثورة عملوها الشباب خذوها الشياب، في إشارة إلى الشيخين. إذن الشباب هم الذين سلموا هذه الثورة. يعني كما تحدث منذ قليل الأستاذ، هناك يعني سحب البساط من أصل المدينة التي كانت مهداً للثورة، وقع سحب البساط من تحت حناجر الثوار، من تحت سواعد الذين صنعوا التاريخ ومهد الثورات. سحب البساط بطريقة أو بأخرى، قطع الرأس فبقي الجسد، والجسد أنبت رأساً آخر. اليوم سأحدثك على ماذا يحصل في بعض المدن في مدينة ولاية سيدي بوزيد. خذ مثالاً معتمدية المكناسي ومعتمدية منزل بوزيان. لماذا يحتاج أهالي أو شباب هذه المناطق؟ التشغيل، الخصاصة، يعني كثرة البطالة، الأفق مسدود. أم آل الوقت للحكومة الحالية أو الحكومات أو المسؤولين أن يلتفتوا إلى هؤلاء، أن يصغوا ولو قليلا إلى هؤلاء؟ الحكومات أصبحت غير قادرة وعاجزة عن تحقيق هذه المطالب في ظل أزمة اقتصادية كبيرة، في ظل ديون تعانيها البلاد، في ظل تشرذم سياسي كما أشار الأستاذ عبد الرزاق. يعني الحلول تبدو صعبة. لربما مبادرات الشباب هنا في مثل هذه الحالات كما بادر وأطلق هذه الثورة التي حيرت كل الدنيا يمكن أن يخلق آليات جديدة تتناسب مع هذا المسار الثوري فيما يتعلق بتوفير الشغل وتوفير الثورة، الثروة والثورة في نفس الوقت. يعني ربما الطرح هنا يعني يأخذني إلى القول أنني متشائم أو أنا فقط أردد ما أنا ألتمسه من الواقع المعيش كإعلامي. أنقل لكم صورة عند شباب، شباب هنا في هذه المناطق الداخلية والاحتجاجات التي عاشتها منطقة المكناسي أو منزل بوزيان أو غيرها من المناطق في هذه الأيام تذكرنا بما عشناه خلال السنوات الماضية، بداية الثورة في سنة 2010. هؤلاء الشباب يريدون تنمية، يريدون تشغيل. أذكر على سبيل المثال ما حصل في مدينة المكناسي والوعود الحكومية بفتح منجم من الفوسفات بالجهة. هناك إشكاليات إدارية، هناك إشكاليات مالية، وهناك مشكل من الإشكاليات المطروحة. على الحكومة أن تفتح الباب لتستمع إلى هؤلاء. أعود إليك أسعد، أنت أحد الرموز الثابتة للثورة سواء في سيدي بوزيد أو في تونس عموما وفي النضال حتى ما قبل هذه الثورة. أين أنتم الآن؟ لماذا تراجعتم؟ لم نعدر هذه الوجوه التي قادت هذا الحركة الثورة. لماذا اختفيتم على هذا النحو، يعني سواء في الميدان أو فيما يتعلق بالتنظير لهذه الثورة وقيادتها؟ هو النقطة الثانية وهي الإجابة على لماذا سيدي بوزيد
تعاني من هذا التهميش. وقد ذكرت أن من بين الأسباب هي عقوبة النظام لها ربما، ولكن كذلك كان هناك برنامج مسلط على هذه الولاية انطلاقا من ضرب رمزية المدينة وضرب رمزية المناضلين وتهميش وضرب رمزية المناضلين وتشويههم وخلق أصوات أخرى ناعقة باسم الثورة ليست لها أدنى أو أي رابط بالثورة، فكانت تتحدث باسم 17 ديسمبر وهي الفاعلة فيه، بل وكانت هي من كانت تشيب ب 17. أنا لا أحمل هذه النظرة التشاؤمية التي يحملها البعض وكأن الثورة لم تحقق شيء. الثورة حققت كثيرة وقطعت أشواط كثيرة، وهي تؤرق أعدائها اليوم، وهي أصابتهم في مقتل وأصابتهم بإحباط. أنا اسمح لي أقطعك في هذه النقطة، أعود إليك إبراهيم، يعني لماذا مثلا في سيدي بوزيد نلحظ غياب لسعد البوعزيزي أو غيره من الذين شاركوا في الحركة الثورية في بدايتها، وبروز وجوه أخرى كما قال ليس لها علاقة بالثورة أو بتأزيز الحركة الثورية في 17 هذا الصبر. كما قال الأستاذ منذ لحظات أمر دبر بليل، هناك أناس فاعلة، هناك أناس قادرة على الحركة على الفعل على تغيير الواقع، غيبت لسبب ما، كثرة يعني وجوه يعني متعددة في المشهد السياسي، الكل يشتغل على حساب المصلحة الضيقة الخاصة بالحزب هذا أو ذاك، الكل يشتغل ليس لصالح المجموعة بل لصالح الحساب الضيق، وهذا ربما ما أدخل شيئا من اليأس لدى من صنعوا هذه الثورة في بدايتها. أعود إليك لسعد، وأنت لم تجبني يعني على السؤال، لماذا تراجعتم، لماذا اختفيتم اليوم في ظل هذا الوضع، في ظل حالة من يعني من اليأس لاحظناها لدى عدد من الشباب في مدينة سيدي بوزيد؟ هو هناك مقولة يقال أنه حين تخلد الثوار للراحة يتقدم الانتهازيون، فيما معناه لقطف ثمار الثورة، ولكن ثورة 17 ديسمبر عصية عن أي كان، لأنها أرخت ووثقت بالفيديو صوت وصورة وتركت لها أرشيف سوف تقرأه الأجيال فيما بعد، وهذا موثق وثابت، ليس على عكس 56 المعركة التحريرية التي كانت بدون أرشيف ووثائق. أعود إلى النقطة، الثورة ماذا حققت سيدي بوزيد؟ هناك نقطتان رئيسيتين لا يمكن تتحقق التنمية والاستثمار بدونهما، وهي أولا إعلام حر ليفضح الفساد وقضاء مستقل ليحاسب الفاسدين واللصوص، العدل أساس العمران، وهذا لابد. ماذا يحصل اليوم ولماذا هذا الإحباط لدى الناس؟ إنه انعدام الوعي الذي ساهمت ماكينات مافيوزية لصوصية تتبع النظام لوجوده، فعملت على بث اليأس في نفوس الناس حتى يندمون على ما فعل. جيد، الكلمة إليك أستاذ عبد الرزاق، وسؤال محوري لربما في عمق ما يحدث اليوم، غياب لربما الإرادة السياسية الحقيقية في التغيير وأنجاح هذا المسار الثوري، هناك من يلقي باللائمة على لربما الحكومات، هل الشعوب تتحمل جانب من هذا ربما بين ظفرين الفشل في تحقيق كامل نتائج هذه الثورة؟ الحقيقة هذا الحكومات أمر متفق عليه، ولكن أنا شخصيا عندي موقف أنه فعلا الشعوب هي التي قد تفشل ثوراتها وتفشل هذه التنمية. الحقيقة مرة أخرى أؤكد على أنه في سيدي بوزيد في فترة من الفترات كانت المطالب معناها ظاهرة بشكل غير عادي، مثلا كلية الطب كل الجهة كانت تتحدث عنها، الآن بعد الانتخابات هذه وأقول عودة النداء عودة التجمع بين ظفرين بشكل أو بآخر كأني ارتخت هذه المطالب، لم نعد نرى مثلا هذا المطلب الذي كان مسيطرا، رغم أني أرى أنه يصعب تحقيقه. أنا أؤكد أن مطالبنا يجب أن ترتبط بالطابع الاقتصادي للجهة، الجهة لا ينكر أحد أنها منطقة فلاحية. زيد، قبل ندخل في هذه النقطة، انطلاقا من المثال الذي ضربته فيما يتعلق بكلية الطب والتراجع عن هذا الطلب الرئيسي، هل هذا مشكل لدى ربما الحكومات النخب الفاعلين السياسيين سواء المحليين في سيدي بوزيد أو في السلطة المركزية في العاصمة تونس، أم هو مشكل لدى الشعوب، مشكل لدى منظمات المجتمع المدني، لدى قادة الرأي العام في سيدي بوزيد؟ يعني هو فعلا المشكلة هنا، بل يعني ثم اختلاف، برغم أننا متفقين على هذه الكلية، ولكن
كأني أحس أنه في فترة من الفترات كان البعض يريد أن يحقق بها أهدافا معينة. الآن لو يجب أن نبحث عن تجميع كل الأطراف مدنيين وحزبيين وسياسيين وغير مسياسيين وراء هذا المطلب، ثم مطلب آخر الحقيقة كأنه أبعد، هو ما كان يتعلق بتصفية أراضي الاستعمار. الحقيقة أن عندنا تقريبا 50,000 هكتار تصور هي كانت إما في المكناسي أو في سيدي بوزيد تحت هيمنة المعمرين، وتخيل أن هؤلاء المعمرين عندما دخلوا البلاد أخذوها افتكوها من الأهالي، ثم عندما خرجوا باعوها للدولة التونسية المستقلة. لا أدري لماذا لم نعد إلى هذا المطلب الأساسي، هذا مطلب رئيسي، لأن ثمة الكثير من العروش أو اللي أقول الفرق حرمت من أراضيها وأخرجت منها. هذا مطلب أساسي، أنا أرى هذا المطلب قبل كلية الطب. كلية الطب ستأتي إن شاء الله، ستأتي إذا تجمع الناس، لأنه ثم مشكل الحقيقة أنه السياسة فعلا فرقتنا في هذه الجهة. أنا أقول أنه كن متسيسا، ولكن يجب أن تجعل جهتك وبلادك قبل الحزب. ما يحصل في هذه البلاد بصفة عامة هو دائما الحزب قبل البلاد وقبل الجهة. ولكن حتى قادة الأحزاب منهم كثيرون من ساهموا وأسسوا ونظروا وشاركوا وقادوا هذه الثورة وهذه مطالب الثورة، تحملهم المسؤولية اليوم يعني؟ أكيد، ما في ذلك شك الحقيقة، لأن هذا كان ربما يدخل في بعض الحملات الانتخابية، يعطي وعد وهو متأكد، أنا أقول ذلك، هو متأكد أنه غير قادر على تحقيقه. لأنه مثلا عندما نتحدث عن كلية الطب، هذا المطلب شرعي ولابد أن يتحقق في يوم، ولكن يتطلب مجهودات جبارة على مستوى مثلا على مستوى الأطباء. يجب أن تجد من يقبل أن يأتي إلى هذه الجهة. وثمة وزير صحة في فترة من الفترات دعا إلى أن يجبر الأطباء الجدد على العمل في المناطق الداخلية 3 سنوات، وتعرف النتيجة الحقيقة ما وقع ساعتها رد الفعل لم يكن رد فعل ضد الثورة بقدر ما هو رد فعل ضد من يحكم. وهذه القضية، نحن يعني أنا عندما أعارضك الحقيقة أعارضك كأن في الأمر نوعا من الغرض، أو يقول البونتو بين ظفرين، يعني لا يعارضك من أجل مبدأ أساسي. إذن نحب نرجع حاجة أضيفها، نعم، تتعلق بأنه لابد أن من نصحة إيجابية. الحقيقة الثورة صحيح ثمة نوع من اليأس، ولكن الحقيقة الثورة أتت لنا بأهم شيء على الإطلاق اللي هو الحرية. هذا مربط الفرس بالنسبة لي. نعم، أعود إليك إبراهيم. لاحظنا خلال هذه الأيام سواء في مدينة في محافظة سيدي بوزيد أو باقي المحافظات التونسية نوع من الاحتجاجات في مختلف مناطق البلاد، تزامنت مع الاحتفالات بالذكرى 6 للثورة. في بنقردان لم يحتفل الناس بذكرى الثورة، ولكن احتجوا على ربما من أجل مطالب تنموية، تظاهروا في الشوارع، صدموا مع قوات الأمن. نفس الشيء في المكناسي وفي منزل بوزيان. ماذا يريد الشباب اليوم بالضبط؟ ما هي أبرز مطالبهم بالضبط؟ بداية حتى نسمي الأشياء بمسمياتها، وكما بدأ الأستاذ في بداية الحصة وذكر أن التاريخ يؤرخ ببدايته، فالثورة عندنا في 17 ديسمبر 2010 وليس 14 جانفي. 14 جانفي نسميه عيد النصر أو هروب المخلوع، هكذا يقول الناس في هذه المدينة المناضلة التي ستبقى على الدوام نبراسا يحرك سواعد الأحرار. ماذا يريدون هؤلاء الأشخاص الذين احتجوا، الذين تحركوا في الذكرى 6 لهروب بن علي إلى منفاه في السعودية؟ ما الذي يريدونه تحديدا؟ التنمية، التشغيل، وكل أهداف الثورة التي طالبت بها حناجر الأحرار في هذه المدينة وغيرها من المدن التونسية. في نقطة أريد أن أضيف، الباب 7 من الدستور تحدث عن الحكم المحلي،
والانتخابات المحلية، وأن كل ولاية سيكون لها هناك حكم محلي، حكم شبه ذاتي، تتصرف في موارد مالية معينة وتتصرف فيما لها من عقارات تابعة للدولة كما ذكر الأستاذ مرضو قليل. ولكن تأخرت إلى حد الآن هذه الانتخابات المحلية. هذا ما كنت سأقوله في هذا الأثناء، تأخرت لسبب ما، ربما هناك يعني تجاذبات سياسية أو محاصصة سياسية بين هذا وذاك، تأخرت لسبب ما. إلى الآن الانتخابات البلدية لا زالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تؤخر الموضوع شهر، شهرين، ثلاث، أربع، وهكذا دولي. هل هي الهيئة من الأحزاب التي يعني من يؤثر في المشهد السياسي؟ طبعا سينعكس على الهيئة، الهيئة بطبيعتها هيئة مستقلة، لكن حينما يمرر القانون داخل مجلس النواب سيقع المحاصصة، سيقع مناقشة بعض يعني النقاط. دعنا أفهم من عندك، أنتم مثلا في سيدي بوزيد لو وقعت هذه الانتخابات المحلية سيكون هامش أكبر للمسؤولين المحليين للتحرك للنظر ربما في المشاريع التنموية التي تكون أكثر تلاؤم مع واقع المدينة، كما أشرت أستاذ عبد الرزاق فيما تعلق بالشأن الزراعي يعني معروفة كما هذا شيء مؤكد. الثروات الفلاحية شيء كثير، يعني هكتارات شاسعة من الأراضي الفلاحية الدولية كما كان يتحدث الأستاذ، لماذا لا يقع التفويت فيها لفائدة الشباب المعطل؟ وأذكر هنا أصحاب اعتصام هرمنا في جهة المكناسي سنوات عديدة من البطالة، لماذا لا يقع الالتفات إلى هؤلاء الناس سنوات قليلة ويحالون على المعاش؟ أليست هناك نقطة استفهام تطرح؟ ألا يمكن الحكومة أن تفتح لها هذه يعني هذه الأبواب بصيرتها للتأمل والنظر إلى هؤلاء الناس؟ بن علي رحل 23 عاما من الظلم، من الفقر، من الجوع، من الخصاصة، ألا يكفي؟ ثورة 17 ديسمبر قدمت ضحايا، شهداء، أبرياء، وعمليات إرهابية الواحدة تلو الأخرى، ألا يكفي؟ مصادمات في الليل بين تونسيين، مواطن وأمني، تونسي وتونسي، ألا يكفي؟ نعم. أعود إليك أستاذ عبد الرزاق، سمعت خطاب يعني أحد ربما الوجوه الشاب في مدينة سيدي بوزيد يقول لك هذه الأراضي ممكن لو أعطيت لشباب هذه المدينة ستحل مشاكل ربما البطالة والتنمية. هل فعلا اليوم وانت أشرت وتحدثت عن نقطة العمل هذا الشباب قادر على العمل في القطاع الزراعي وخلق الثروة في ظل يعني ما أشرت إليه من أن تغييب لثقافة العمل طيلة العقود الماضية زمن الاستبداد؟ الحقيقة السؤال يحرج الإجابة عنه تحرج، ولكن ما يلاحظ مهتم بالطبع بما أنه اختصاصي تاريخ وجغرافيا أنه ثم مشكلة تعاني منها الفلاحة التونسية هي التهرم، يعني ثم عزوف من الشباب عن العمل الفلاحي، ولكن هذا لا ينفي بالمرة أن سيدي بوزيد هي من أكثر الولايات التي تنشط على المستوى الفلاحي، يعني نسب مثلا الخضر ربما نصل إلى 50%، حقول أو مغارس الزيتين في الحقيقة أينما تتجه تجد أنها موجودة، هذا يعني أنه ثم، والشباب عندما يحس بأنه سيحصل على مردود مقبول أتصور أنه سيقبل، عندما يحس أن الأرض هذه الأرض هي له أكيد أنه سيقبل، ولكن هذا أيضا يتطلب جانب آخر، ثم جانب ناقص هو الحقيقة الجانب الإعلامي، لأنه نحن لاحظنا منذ عهد الفار ثم ما يسمى بالتدفيه لقيمة العمل، جيد، ما الربح السهل، دليلك ملك وإلى آخره من التفاصيل، هذه ربما قللت هذا الاهتمام بالعمل كقيمة أساسية لإنتاج الثروة. أعود إليك سيد الأسعد بسؤال ربما عن القادة الميدانيين لهذه الثورة سواء في سيدي بوزيد أو في القصرين أو في بنقردان أو في صفاقس من تونس، هل من عودة، هل من أمال جديدة لإحياء المسار الثوري لتصحيح ما الأخطاء التي حصلت خلال السنوات الماضية؟ هل من دفعة أمل جديدة خاصة للشباب في هذه المدن في العمق التونسي؟ إذا أعتبر أن عودة القادة التي كانت تحرك الثورة لن يكون على الشاكلة التي كانت قبل الثورة، وهي التي تتطلب اعتصامات ومظاهرات وما شابه ذلك من التي كان. أعتقد وهذا رأيي أن دور الاعتصامات قد انتهى، لابد من توعية الناس بما يحصل. المواطن التونسي يغيب عنه الوعي وليس لديه القدرة أن يفسر الأحداث وماذا يحصل اليوم.
هناك فعلا في ماذا التنمية اليوم غير موجودة فعلا ولم يتحقق بعد الثورة. وصحيح أن ليست هناك إرادة سياسية لفعل ذلك ولكن هذا لا يعني فشل الثورة. الإرادة لابد من الوعي أنه اليوم السلطة هي في حد ذاتها لا زالت يتحكم فيها بعض من بقايا النظام الذي كشفته الثورة. أجمل ما في الثورة وأروعها أنها كشفت لنا الأدوات التنفيذية للنظام، الخونة، كثير من من كنا نحسبهم رموزا قبل الثورة جاءت الثورة وكشفت لنا أنهم يتحركون وفق أجندات، وأقولها بمسميات وفق أجندات التي يرسمها لهم كمال الطيف. ثبتت أنه بعد الثورة بن علي لم يكن يتحكم في النظام، والدليل على ذلك أنه بقي النظام. ولكن هذا لا يعني أجمل. هنا أتذكر مقولة لأرلون توبي وهو المؤرخ الغربي، ويقول يقول أنه هناك سبعة خضنا سبع حروب حاسمة ضد الدولة العثمانية ولم نربح فيها يوما بشرف، كانت كلها بخيانات من الداخل. الثورة كشفت لنا كل الخونة بالداخل دون أن نخوض أي حروب. لابد من الوعي، لابد من وجود أدوات إعلامية، أو مثلا ماذا ينقص الثورة؟ ينقصها منبر إعلامي يتكلم باسمها. لهم طاقة، لهم المال، لهم الإعلام، لهم بالحق أو ما يعبر. برزت مؤسسات إعلامية جديدة في سيدي بوزيد أعتقد بعد الثورة، ليست لها القدرة مثل الزيتونة أو كرامة. ليست لها القدرة على منافسة مثلا الحوار او قناه التاسعه اللي هم ادوات اعلاميه صهيونيه بالاساس. بدون حتى ان نسمي الاسماء يعني نختلف على مسؤوليتي. لا نختلف ربما معك في هذه النقطه، ولكن اعود اليك سيد. اتفق كثيرا هنا مع الاسعد فيما ذهب اليه ان هذه الاذاعات التي جاءت حقيقه ما يعني بعد القادة الثوريين يذهبون الى الاخر. على كل، الاسعد طرح موضوعا مهما من ناحيه العتاد والعد، يعني المال باللغة التونسية المال قوام الأعمال، وهذا ما ذهب إليه. ربما تكون هذه الثورة ساعدت، حتى لا نكون متشائمين إلى أبعد حد، ساعدت في ظهور مؤسسات إعلامية قادرة على إيصال الناس، قادرة على التبليغ عن أصواتهم، عن تبليغ عن حاجياتهم، عن تطلعاتهم، عن أمالهم، عن رغبتهم في تغيير الواقع. الظروف والإمكانيات الصعبة لربما. ظروف والإمكانيات الصعبة، أخذنا على أنفسنا عهدا أن يعني نتجاوز هذه الصعوبات من أجل أن نحقق ما لم نتحقق لجهة سيدي بوزيد فيما مضى من وقت، على اعتبار أنه كان نشكو غياب إعلام نزيه، إعلام يرنو إلى القرب، إلى الواقع، إلى صوت المواطن الذي يشكو أبسط الأشياء. فمن خلال هذه المؤسسة الإعلامية المحلية على مستوى ولاية سيدي بوزيد نسعى إلى أن نكون صوت الإنسان الآخر في جهة سيدي بوزيد. ونحن نقترب مشاهدينا الكرام من نهاية هذه النافذة من مدينة سيدي بوزيد. أعود إليك أستاذ عبد الرزاق بسؤال أخير في نظركم، يعني لو عدنا العام القادم إلى مدينة سيدي بوزيد بمناسبة ذكرى الثورة السابعة، هل نجد أن المشهد بدأ يتغير ويتطور نحو الأفضل؟ نرجو ذلك إن شاء الله، نكون متفائلين، ولكن حركة الشعوب في الحقيقة تتطلب أكثر من سنة. أنا فقط أريد أن نعود إلى قضية الإعلام. الحقيقة الإعلام هو الذي كان من العوامل التي ربما دفعت إلى تعثر الثورة، لأن الإعلام، هذا الإعلام، الإعلام الثورة المضادة بين الفرين، ركز على التدفيه وعلى ترذيل كل ما يتعلق بالثورة، ونشر اليأس والإحباط، وهذا منطقي. الحقيقة أن مفكري الثورة المضادة كلهم لا يعتمدون إلا على اليأس والإحباط والضغينة والانتقام. أما نحن، أقصد الذين وقفوا مع الثورة أو سندوها أو أرخوا لها، نحن نفكر في الأمل والطموح والإنجاز، وأكيد سننتصر عليهم. المهم، أنا أتمنى أن أحيا إلى هذا اليوم الذي فعلا نقول أن الثورة قد انتصرت. ربما في آخر مساء أقول أنا، نحن نحتاج فعلا في رسالة الأخيرة، نحتاج إلى القليل من الحب، والحقيقة لأنه صعيب الحب بالنسبة للأحزاب، الكثير من التسامح، والأهم من ذلك الكثير من العمل. إذا أردنا أن ننجح هذه الثورة، أعتقد هذا هو تقريبا ما يمكن أن ننجح به.
أعود إليك لسعد ونحن نختم معكم هذه النافذة التي كانت حية ومباشرة من مدينة سيدي بوزيد ومن أحد المقاهي الشعبية. لو عدنا العام القادم إلى مدينة سيدي بوزيد، هل نجد الأمور تتحسن؟ أعتقد أن الأمور ستتحسن وستتحسن كثيرا وستكون واضحة. نجاح الثورة سوف يكون ملموسا. أعتقد أن هناك 7 سنوات عجاف الثورة، 7 سنوات عجاف بإذن الله مرت، وننتظر 7 سنوات سمان سوف تأتي وسنوات أخرى. الأصل هناك فكرة تروج من بنقردان إلى بنزرت وفي سيدي بوزيد بالذات لولادة، هناك جنين لولادة مشروع معين. هذا المشروع قد يدك بالحق معاقل الثورة المضادة بإذن الله العلي العظيم. لن يكون بالطريقة التي خططوا لها أو ما يعرفونها في أذانهم. سوف تحمل توعية الناس بإذن الله. أقولها، سقراط لم يعدم لأجل الاعتصامات، بل أعدم سقراط لأنه كان يدور من حي إلى حي ومن مكان إلى مكان ليعي الناس ويوصلهم إلى الحقيقة. هي المشكلة بالأساس مشكلة وعي المواطن. أقولها مثل عامي لهنا، المواطن التونسي يحبها سباقة وجراية وما تاكلهاش الشعير، ما يكلش الشعير، نقولوا نحن نقولوا سباقة جراية وما تاكلش الشعير. لابد له من الوعي أنه بن علي نهار يوم سقط 14 جانفي ترك نظاما لم يسقط، ظل متخفيا، كشفته الثورة اليوم. ولا يمكن أن تنجح الثورة 100% إلا متى سقط هذا النظام. الحمد لله 7 سنوات كانت كفيلة لكشفه وكل أدواته الحمد لله. واضح. أعود إليك وأختم معك إبراهيم. الزخم الثوري في مدينة سيدي بوزيد لاحظنا أن رصيده بدأ ينقص من عام إلى آخر منذ عام 2011. هل في العام القادم وفي السنوات القادمة يعود هذا الزخم ويعود يعني بنتائج إيجابية على المدينة وعلى كل مدن العمق التونسي والداخل التونسي المهمش؟ كل فترة من التاريخ تحتاج إلى حالة مخاض، وكل مخاض فيه ألم، والألم يتطلب سنوات من الصبر. أقول لكل أهالي سيدي بوزيد وتونس عموما، هنيئا لكم بالثورة، اذهبوا أينما شئتم وكونوا كما تريدون، فعلى هذه الأرض ما يستحق الحياة. شكرا لك إبراهيم أسليم. أيضا الشكر موصول السيد الأسعد البعزيزي والسيد عبد الرزاق الحامدي على تأثير هذه النافذة التي كانت مباشرة من مدينة سيدي بوزيد. مشاهدينا الكرام، نصل بختام هذه النافذة إلى ختام هذه التغطية المباشرة التي كانت على قناتكم على قناة الجزيرة مباشر بمناسبة الذكرى 6 للثورة التونسية، والتي تابعنا فيها تغطيات خاصة وحصرية، واقتربنا فيها إلى الأهالي وسكان خاصة مناطق الجنوب التونسي والداخل التونسي، واستمعنا إلى مشاغلهم في هذه المناسبة سواء في العاصمة تونس أو في الساحل أو في سيدي بوزيد أو في بنقردان من الجنوب التونسي. مشاهدينا الكرام، إذن نصل إلى نهاية هذه النافذة ولهذه التغطية وإلى موعد آخر.